السلام عليكم. حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز، الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق، وعمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي. أنا ما شاركتش في أي نوع من هذه الأنواع، لأن أنا بعتبر الفن رسالة للمجتمع يتفرج عليه فيستفيد منه شيء. لا طبعا فيه، ازاي بقى؟ يعني انا ادخل اتفرج على شويه رجاله بيترقصوا لابسين شرطات وهدوم مشجره وناكشين شعرهم وكلام فاضي بيتقال ونكت، ده فن؟ لان انا لما يكون يطلق علي ام العظماء وعملت ام خمس ائمه وام ام كلثوم وام عبد الوهاب في الاوبرا، اقوم اعمل ام بلطجي ماسك سكينه؟ سميرة عبد العزيز دي رمز من رموز الفن في مصر والعالم العربي. الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق. وعمري في حياتي ما اتكلمت في التفاصيل دي. رسالتي إيه؟ أقدم الشيء المحترم. ما أقبلش أقدم الحاجات دي.